السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف السادس كونكت 6، اهلا بيكم مرة تانية مع حل وشرح تدريبات كتاب المعاصر. معانا النهاردة ان شاء الله مع الدرس الثالث، والدرس الثالث هنشوف فيه قصة السيلفش جاينت يعني العملاق الاناني. تعالوا نبتدي يلا بالكلمات بتاعتنا. اول كلمة كلمة railway line، railway line يعني خط سكة حديد، selfish selfish يعني أناني، local residents يعني السكان المحليين، giant 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 يعني عملاق أو ضخم، empty empty يعني فارغ، hole 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 يعني ثقب، artworks artworks artworks، taste taste lovely lovely، view view، season season، species species species، silent silent، tiny tiny، the high line the high line، ده خط سكة حديد، slowly slowly، floor floor، theater performance theater performance يعني عرض مسرحي، wrong wrong، branch branch، soft soft، suddenly suddenly، sound sound، famous famous، noisy noisy noisy. تعالوا يلا حبايبي نشوف الافعال اللي موجوده معانا. نبدا بالافعال المنتظمه، create create created created، pass pass، past past، miss miss، missed missed، share share shared shared، cover cover covered covered. بالنسبه للافعال الغير منتظمه، no no، new new، feel feel، felt felt، hang out hang out، hung out hung out، till till، told told، fall fall، fill fill. تعالوا حبايبي يلا نشوف اهم البريبوزيشنز والاكسبريشنز اللي هم اديها لي، decide to يعني يقرر ان، وdecide to be وراها infinitive مصدر، on their way home يعني في طريقهم للمنزل، fly up into fly up into تطير لاعلى الى، pass through pass through يعني يمر عبر، make into make into يعني يحول الى، fly away fly away يعني يطير بعيدا، come back come back يعني يعود، far from far from يعني بعيد عن، look out of look out of يعني ينظر من، spend time spend time يعني يقضي وقت، what's wrong what's wrong يعني ما الامر او ما المشكله. تعالوا حبايبي يلا نشوف الديفينيشنز اللي هو مديها لي. عندنا كلمه ديفينيشنز حبايبي يعني تعريفات، hang out hang out دي معناها spend time with relax together، دي معناها ان انا بتمشى مع اصحابي او بقضي وقت معاهم واسترخي في نفس الوقت، local residents اللي هم سكان المحليين، the people who live in a neighborhood neighborhood يعني في الحي، pass through يعني يمر من خلال، go from one place to another يعني يذهب من مكان لآخر، miss miss معناه افتقد يعني، feel sad that you can't have or see something طبعا تشعر بالأسى والحزن لأنك مش قادر تمتلك أو مش قادر تشوف شيء، railway line railway line قال لي ده a route for trains يعني طريق لي القطارات. تعالوا حبايبي نشوف المين بوينتس اللي هو مديها لي، بولي نيويورك هاز ا لوت اوف جرين سبيسز يعني نيويورك فيها مناطق خضراء كتير، ذا فيموس هاي لاين باسز ثرو اور نيبرهود يعني الهاي لاين ده بيمر من الحي السكني بتاعنا، ذا هاي لاين واز ا ريلوي لاين الهاي لاين ده كان عباره عن خط سكه حديد، ذا اولد ريلوي لاين از ا جرين سبيس ناو بيقول لي ان خط السكه الحديد القديم ده بقى دلوقتي مساحه خضراء، New York is very noisy all the time. New York دي حبايبي صاخبة مليانة ضوضاء طول الوقت. There are lots of different restaurants in New York. يعني في مطاعم كتير في نيويورك. The food in New York doesn't taste like the food at home. طبعا الطعام في نيويورك طعمه مش شكل أكيد الطعام في بلدنا. A giant has a wonderful garden. يعني في عملاق عنده حديقة رائعة. The local children come to play in the giant's garden. بيقول لي ان الاطفال المحليين اطفال الحي بيروحوا يلعبوا في الحديقة. The selfish giant doesn't want to share his garden. طبعا العملاق الاناني ده ما بيحبش يشارك الحديقة بتاعته مع حد. The garden is always empty and silent. طبعا الحديقة دايما فاضية وكمان ما فيش اي صوت. The green grass turns brown. The green grass يعني الارض الخضراء
العشب الأخضر بيتحول للون البني. The giant understands that he was selfish about his garden. فهم ان هو كان اناني بخصوص الحديقة بتاعته. تعالوا نشوف حبايبي يلا التمرين اللي هو مديهولي على الكلمات. بيقول لي you shouldn't be a share your toys with your friends. لا يجب ان انت تكون ايه وشارك اللعب بتاعتك مع اصدقائك. اكيد you shouldn't be selfish, وselfish حبايبي بمعنى اناني. Yesterday we watched a theater and it was interesting. امبارح شاهدنا ايه مسرحي وكان رائع. يبقى performance, performance يعني عرض. تعالوا حبايبي نشوف نمبر 3. بيقول لي there are many different A of B's. طبعا بيقول لي في كثير من الايه المختلفة للنحل. اكيد species, وspecies حبايبي بمعنى انواع. تعالوا حبايبي يلا نشوف الايميل اللي بعته وائل لي سمير من نيويورك. بيقول له هاي سمير, how are you, كيف حالك؟ I'm well, انا بصحة جيدة. And New York is great, وكمان مدينة نيويورك دي عظيمة. Our apartment block is on the 16th floor. الشقة بتاعتنا موجودة في الدور 16. So we have a great view of the city. عشان كده بنشوف منظر جميل أو رائع للمدينة. New York has a lot of green spaces. بقول نيويورك دي فيها مناطق خضراء كتير. There are also projects to create new parks and green spaces in parts of the city that no one uses now. بيقول لي ان في مشاريع تانية لعمل مناطق خضراء في اماكن الناس ما بتروحهاش دلوقتي او ما بتستخدمهاش دلوقتي. Like the famous High Line, do you know about it? شكل الفيموس هاي لاين كده, خطوط السكة الحديد اللي كانت بيمشي عليها القطارات في نيويورك, هل تعرفها؟ فبقول له years ago, هيبدأ يديله بقى معلومات عن الهاي لاين. بقول له years ago the high line was a railway line, ده كان خط سكة حديد. But in the 1980s, يعني في الثمانينات حبيبي, يعني من 80 ل 89, trains stopped using it, بدأت القطارات تتوقف عن استخدامه. Some local residents then decided to make the old railway into a big long park that everyone could use. السكان المحليين قرروا ان هم يحولوا خطوط السكة الحديد دي لحديقة طويلة كبيرة كل الناس تقدر تستخدمها. Now it's a green space, دلوقتي بقت منطقة خضراء, with more than 500 species of plants and trees in it, يعني فيها أكتر من 500 نوع من الأشجار والنباتات. It's 2.5 kilometers long, and when you walk through it you can see artworks, watch a theater performance, eat delicious food, do a yoga class, or go running. اللي ده هي طولها 2.5 كيلومتر, وانت لما تمشي من خلالها تقدر تشوف اعمال فنية وتشاهد اعمال مسرحية, وكمان تاكل طعام لذيذ وتأدي حصص يوجا, وكمان ممكن تذهب للجري. Or just hang out with your friends, او تتسكع مع اصحابك. I think it's my favorite place in New York. اعتقد ان ده المكان المفضل بتاعي في نيويورك. It passes through our neighborhood. ده بيمر في الحي السكني بتاعنا. So I often go there with my parents. عشان كده بروح هناك مع بابا وماما. It's really cool. ده رائع. Here is one of my photos of it. طبعا وكمان دي صورة ليا وانا موجود فيه. فبيسأله بقى, بيقول له how are things in Alexandria, يا ترى ايه الاخبار في اسكندرية. I miss home, يعني انا وحشني الوطن. New York is very noisy all the time. بقول نيويورك زحمة طول الوقت. Alexandria is much quieter at night. لكن اسكندرية اهدى بالليل. There are lots of different restaurants here in New York and the food doesn't taste like the food at home. بقول في مطاعم كتيرة مختلفة هنا في نيويورك, بس الاكل طعمه مش شكل طعم الاكل اللي موجود في اسكندرية. The restaurants in Alexandria are better. طبعا المطاعم في اسكندرية افضل. I think the food is fresher and tastes more delicious. اعتقد ان الطعام بيبقى طازج اكتر وكمان طعمه افضل وألس في مصر. I miss our food so much. بصراحة مفتقد اكلنا جدا. Write soon and tell me all your news. وطبعا مضى تحت وائل. قال له اكتب لي وقول لي اخبارك, انا صديقك وائل. تعالوا حبايبي بقى نشوف حكاية selfish giant, يعني العملاق الاناني.
بقول in a village يعني في قرية, in the countryside في الريف, there lives a giant who has a wonderful garden. كان عايش حبيبي عملاق, العملاق ده عنده حديقة رائعة جدا. In his garden there are tall trees, beautiful flowers and soft green grass. في الحديقة بتاعته كان في أشجار طويلة وكمان زهور جميلة وكمان عشب أخضر وناعم. There are colorful birds singing in the trees and the bees on the plants. وكمان طيور جميلة بتغني في الأشجار وكمان في نحل موجود على النباتات. Every afternoon on their way home from school the local children come to play in the giant's garden. كل يوم حبايبي الأطفال وهي راجعة من المدرسة بعد الظهر كانت بتلعب في الحديقة. The lovely garden always makes the children happy. ولأن الحديقة دي كانت بتجعل الأطفال سعداء. But the selfish giant doesn't want to share his garden. So one day he builds a big wall around it. لكن العملاق الأناني ده ما كانش عايز حد يستعمل الحديقة بتاعته, عشان كده بنى سور كبير حواليها. Now the children never come there to play. خلاص الأطفال ما بقوش يروحوا هناك عشان يلعبوا. The days pass and the garden is always empty and silent. بدت الأيام تمر والحديقة حبيبي فاضية وكمان صامتة. Slowly the green grass turns brown. بدأ العشب الأخضر يتحول للون البني. The leaves fall from the trees. وبدأت الأوراق تسقط من على الأشجار. Then snow covers the garden and all the birds and bees fly away. بيقول لي ان الجليد حبايبي غطى الحديقة وبدأت الطيور وكمان النحل يطير ويهرب بعيد. Spring arrives in the village but in the giant's garden it's still winter. وصل الربيع القرية لكن في الحديقة بتاعة العملاق ما زال الشتاء موجود. Everything is under the snow. كل حاجة تحت الجليد. The giant doesn't understand. Usually his garden is beautiful in spring. كانش فاهم حاجة طبعا لأن دايما كانت الحديقة بتاعته جميلة في الربيع. What's wrong? عمال يسأل نفسه وفي ايه. Then one morning he wakes up and hears a lovely sound. في يوم من الأيام بيصحى ويسمع صوت جميل. A little blue bird is singing in a tree outside. سمع صوت طائر جميل أزرق بيغني بره في الشجرة. Then the giant hears another sweet sound. Children laughing. بعد كده سمع صوت جميل الأطفال بيضحكوا. He looks out of the window and sees that the children have come back through a hole in the garden wall. فبص بره كده لقى الأطفال دخلوا الحديقة من خلال ثقب في السور. Now they are sitting in the trees. قاعدين دلوقتي في الأشجار. The leaves on the trees are green again and the flowers are opening around them. بدأ الأوراق تخضر مرة تانية وكمان الزهور بدأت تفتح. The giant feels so happy to see his garden grow again. بدأ يفرح جدا لما شاف ان الحديقة بتاعته بتنمو مرة تانية. But in one corner of the garden it's still winter. بس في زاوية كده من زوايا الحديقة كان مازال الشتاء موجود. The giant sees a tiny boy standing there. فشاف ولد صغير واقف هناك. He is too small to climb up into the tree. صغير جدا مش قادر يتسلق الشجرة. Suddenly the giant understands everything. ففهم العملاق كل حاجة. Now I know why the spring didn't come, he says. Because I was selfish about my garden. بقول دلوقتي انا عرفت ليه الربيع مجاش, لان انا كنت اناني بخصوص الحديقة بتاعتي. He goes out and helps the little boy climb up into the tree. فخرج وساعد الطفل الصغير ان هو يتسلق الشجرة. Suddenly all the leaves on the tree open and the birds fly up into its branches and start to sing. وبدأت الأوراق كمان بتاعة الشجر تتفتح والطيور كمان طارت على فروع الشجر وبدأت تغني. When you are not selfish, he says, good things happen. بدأ يدينا بقى حبايب المورال يعني الدرس المستفاد من القصة اللي بيقول لي فيه لما ما بيكونش أناني. ده هو اللي بيقول طبعا اللي بيحصل, قال لي كل شيء جيد بقى. تعالوا حبايب يلا في صفحة 36 نشوف الفرق اللي هو مديهولي في البرونسيشن بين صوت الث ث, وهنا لازم اطلع لساني بين سناني وانا بقول الصوت ده, وده بيعمله التي مع الاتش ث ث,
وصوت الس س اللي هو صوت الاس العادي، وازاي الكلمه ممكن تختلف لو بقت س او س. يعني انا عندي مثلا كلمه شكل كلمه ثم ثم، طبعا البي هنا سايلنت حبايبي، لو انا قلتها بالمنظر ده ثم هو نفس النطق بس التي اتش بقت س ثم، هتدينا كلمه تانية خالص وهي مساله حسابيه. فعشان كده مهم جدا ان التي اتش انطقها ث ما انطقهاش س. شكل كلمه مثلا ثينك، ثينك يعني افكر، لو انا قلت سينك قال لي اه لا ده كده تتحول لكلمه تانية خالص معناها يغرق او معناها يغوص. فطبعا لازم افرق في النطق بين الث وبين الس. تعال هنا طبعا مديني سبرينج، سبرينج يعني الربيع، وعندنا كلمه جراس، جراس يعني عشب. تعال نشوف يلا بقيه الكلمات اللي فيها س وث. عندنا صوت ماوث، ماوث يعني فم، باث، باث يعني ممر او مسار، ثينج، ثينج يعني شيء، ثرو، ثرو يعني من خلال، ثريتن، ثريتن يعني يهدد، throw، throw يعني يلقي أو يرمي، mouth، mouth يعني فم، thanks، thanks يعني شكرا، bath، bath، bath يعني حمام أو دش. عندنا كلمة sick، sick يعني مريض، pass، pass يعني يمر أو يعبر، sing، sing يعني يغني، soft، soft يعني ناعم، seed، seed يعني بذرة، so، so يعني لذلك، mouse، mouse يعني فار، pass، pass يعني حافلة، ستوك، ستوك يعني ساق النبات. تعالى يا حبايبي يلا نشوف التمرين اللي هو مديهولي على الأصوات دي. بيقول لي اقرأ read and circle the odd sound، الصوت المختلف. عندنا so، throw، thick، mouth، طبعا كله ث ما عدا so. عندنا think، pass، think، path، طبعا كلها ث ما عدا pass. تعال نشوف seed، sing، sick، thumb، اكيد thumb المختلفة، thumb، thumb طبعا البي هنا silent. عندنا thirsty، thirsty، through، through، stoke، stoke، bath، bath طبعا هنا حبايبي لما نشوف هنلاقي الصوت المختلف هو صوت stoke، stoke. طبعا حبايبي في التمرين اللي بعده بقول read، listen and circle the words that have th، th sound in red، يبقى الكلمات اللي فيها صوت الث هنعلمها بالاحمر، اما الكلمات اللي فيها صوت الس هنعلمها ونحط عليها دايره بالاصفر. طبعا عندنا اي ثينك، اه يبقى اكيد ثينك دي هتبقى ريد احمر. طيب هاف 6، اه يبقى 6 دي اكيد هتبقى باليلو بالاصفر. طيب عندنا ثيك، اه يبقى دي ريد احمر. طب ثامز، ثامز اه برضو نفس الكلام بالريد بالاحمر. ذا ثين، ثين حبايبي اكيد ريد احمر خلاص لان ث. ماوس، اه ماوس معناها فار، يبقى دي باليلو بالاصفر. ثينكس، يبقى دي بالريد بالاحمر. سيك، سيك حبايبي بمعنى مريض، يبقى اكيد دي باليلو بالاصفر. ذا سانسيت، يبقى دي يلو اصفر. سكاي برضو يلو اصفر. الساني برضو يلو اصفر. بات ذا ثندر، ثندر حبايبي اللي هو الرعد، اكيد دي هتبقى ريد احمر. ثريتنز، اه برضو دي بالريد بالاحمر. تعالوا نشوف حبايبي يلا بيجي 37 واللي مديلي فيها جنرال اكسرسايزز على لسن 3. بقول لي لسن رايت ترو اور فولس. بقول لي ذا جاينت ليفز ان ا فيليج، اكيد طبعا الكلام ده ترو صحيح. بقول لي ذا جاينت هاز ان اجلي جاردن، اكيد طبعا الكلام ده فولس. ذير ار تول تريز ان ذا جاردن، اكيد الكلام ده ترو. There aren't any flowers in the giant's garden. أكيد طبعا الكلام ده false. تعال نشوف حبايبي يلا الليسننج تاني. رامز بيكلم آدم، فرامز بيقول له Hi Adam, how are you؟ فآدم قال له Hello Rames, I'm fine. فرامز بيقول له Did you move to another city؟ هل أنت انتقلت لمدينة جديدة أو مدينة أخرى؟ فآدم قال له Yes I did. فرامز قال له Where did you move؟ انتقلت فين؟ فآدم قال له I moved to a new apartment in Cairo، نقلت في شقة جديدة في القاهرة. فرامز بيقول له How's life in the new city؟ قال له It's great، دي عظيمة. تعالوا حبايبي يلا نشوف السؤال الأول. بيقول لي Did Adam move to another city؟ هل هو نقل لي مدينة جديدة؟ أكيد هقول Yes he did. طب تعال نشوف number 2. بيقول لي Adam moved to a new، أكيد to a new apartment يعني لشقة جديدة. number 3 بيقول لي Adam's apartment is in، أكيد is in Cairo. ف number 4 بيقول لي Life is A in the new city، life is great يعني الحياة
عظيمة. تعالوا حبيبي يلا نشوف سؤال التوصيل. بيقول لي the railway line is بيقول لي ان خط السكة الحديد ده قال لي is a route for trains. تاني road for trains يعني طريق للقطارات. number 2 بيقول لي let's watch يلا نشاهد اكيد a theater performance يعني عرض مسرحي. تعال نشوف number 3 بيقول لي local residents or اكيد are people who live in the neighborhood اكيد اللي عايشين في الحي السكني. number 4 بيقول لي he likes to hang طبعا hang بتاخد out وhang out with his friends معناها يتمشى مع اصحابه. طيب تعال نشوف number 5 بيقول لي my favorite place يعني مكان المفضل اكيد هقول is the park يعني الحديقة. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال القطعة. بيقول لي hi سمير how are you I'm well and نيويورك is great انا كويس ونيويورك دي عظيمة. our apartment is on the 16th floor بيقول شقتنا في الطابق 16 so we have a great view of the city عندنا منظر جميل للمدينة. نيويورك has a lot of green spaces يعني فيها مناطق خضراء كتير. there are also a lot of projects to create parks and green areas and parts of the city that no one uses now. لاحظ ان هي نفس القطعة حبيبي. like the famous High Line it passes through our neighborhood so I often go there with my parents. It's really cool. Years ago, the High Line was a railway line, but in the 1980s, trains stopped using it. Some local residents had an idea to make the old railway into a big long park. Now, it's a green space with more than 500 species of plants and trees in it. It's 2.5 kilometers long and when you walk through it you can see artworks, watch a theater performance and eat delicious food or just hang out with your friends there. I think it's my favorite place in New York. وبعدين مضى تحت وائل نفس القطع حبيبي اللي احنا لسه قريناها ومترجمينها من شوية. تعالوا حبيبي يلا نشوف السؤال الاول. بيقول لي the text is mainly about the بيقول لي ان النص ده عن ايه يا ترى الووتر سبورتس ولا الترينز ولا الهاي لاين ولا السكول داي اكيد الهاي لاين. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي the underlined phrase passes through means دي معناها يمر من خلال يعني معناها moves between يعني ينتقل خلال او بين. تعال نشوف نمبر 3 بيقول what can people do in the high line يا ترى الناس تقدر تعمل ايه في الهاي لاين. طبعا هنا حبايبي بس هحول يو دي لذي واقول they can see artworks watch a theater performance and eat delicious food or just hang out with وبدل يور برضو هقول their friends there. السؤال اللي بعده حبايبي بيقول لي does whale like living on high buildings and why يعني هل وائل بيحب المعيشة في المباني العالية why. طبعا اكيد هقول yes ايوة طبعا. ليه هقول because he has a beautiful view of the city طبعا بيشوف منظر جميل للمدينة. تعال نشوف يلا حبايبي سؤال الترتيب. عندنا our و I و miss و much food so طبعا اكيد هقول I miss our food يعني انا بفتقد الطعام بتاعنا so much so much يعني كثيرا جدا. تعال نشوف number 2 بيقولي the selfish anything doesn't boy share طبعا عايز اقول the selfish boy يعني الولد الاناني ده doesn't share يعني ما بيشاركش anything يعني ما بيشاركش اي شيء. تعال نشوف number 3 بيقول park there is near a big river there طبعا عايز اقول ان في حديقة كبيرة جنب النهر يبقى هقول there is a big park يعني في حديقة كبيرة near بالقرب من the river
يعني بالقرب من النهر. تعال نشوف نمبر 4 بيقول لي garden have a they wonderful. اكيد هقول طبعا they have a wonderful garden يعني هم عندهم حديقة جميلة. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا انا ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة, ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله, واستنونا في الحلقة الجاية مع الدرس الرابع والخامس. شهر لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.